جريدة الوطن تروج لمشاكل ما بين رضا سليم ومحمود كهربا حول الرقم 7 ورحيل أحمد السيد زيزو وتجديد مارسيال كولر. متابعي المشجع مع احمد، حلقه جديده واخبار النادي الاهلي الحصريه واخبار الكره المصريه، بس ما تنساش تعمل متابعه يوصلك كل ما هو جديد وشير للفيديو. ونبدا حلقتنا بالاهلي ومارسيال كولر يتفقان على التجديد ل 2026. طلبات مارسيال كولر مش طلبات ماليه، لان النادي الاهلي قدر مارسيال كولر بشكل كبير جدا. طلبات مارسيال كولر وهو التواجد لمساعد اجنبي، مساعد سويسري كان يعمل مع مارسيال كولر في منتخب النمسا من اجل دراسه الفرق بشكل أكبر ومن أجل التفاهم معه على العمل وفي قراءة الفرق المنافسة. والنادي الأهلي في طريقه للموافقة، يريد أيضا تدعيم فرق الناشئين والشباب بعناصر جيدة من أجل الاستفادة للفريق الأول ورحيل اللاعبين لأوروبا وتعود الاستفادة على النادي الأهلي من الناحية المالية ومن الناحية الفنية. أيضا مارسيال كولر يتفق على تواجد مهاجم سيكون من اختيار مارسيال كولر. هي دي طلبات مارسيال كولر، اعتقد طلبات كلها في ايد النادي الاهلي، في ايد الخطيب، في ايد مجلس ادارة النادي الاهلي، وطلبات ستكون افادة كبيرة للنادي الاهلي. جريدة الوطن وتؤكد مشكلة كبيرة ما بين رضا سليم ومحمود كهربا حول الرقم 7، ولكن مصدر مسؤول بالنادي الاهلي يؤكد لا يوجد اي مشكلة ما بين اللاعبين. ورضا سليم اكد للنادي الاهلي بانه سيرتدي اي تيشيرت من الارقام الخالية، ولكن جريدة الوطن تريد ترويض الإشاعات فقط. خالد بيبو يطير إلى النمسا من أجل عمل الأوراق المطلوبة والاستعدادات والملاعب والفندق الإقامة للعيبة النادي الأهلي قبل المعسكر الذي سينطلق يوم 28 وينتهي يوم 6 في الشهر المقبل. أحمد السيد زيزو يرحل إلى الشباب السعودي بمبلغ خرافي، سيحل أزمة كبيرة جدا داخل نادي الزمالك من ناحية الناحية المالية ومن ناحية الديون على نادي الزمالك، وسيجلب لنادي الزمالك صفقات جديدة في الصيف الحالي.